بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما أعظم النعم اللي أخذناها في هذا اليوم. لا يقدر فكر أن يستوعبها، ولكن دي عطايا روحية بتشبهني بالمسيح للمجد لما حاول بالتعليم يقول للتلاميذ أديكم جسدي ودمي، ما حدش فهم حاجة، ما تتفهمش. فمسك الخبز وده، العطايا اللي أخدناها النهاردة أهي موجودة فينا، اللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش أهي نصيبه موجود موجود. بس يا بخت اللي يفهم. شبهوها الآباء، جه راجل غني حط في البنك بتاعك في حسابك في الأكاون بتاعك ملايين الدولارات، قال لك يلا اصرف، انت دريان مش دريان، الفلوس بتاعتك النعم بتاعتك. يا بخت اللي يطلع ويصرف ويعيش غني. طلع ايه؟ اول حاجة تطلعها اختزنها المسيح فينا هي غسل الارجل، ودي يعني نعمة، دي غالية اغلى من كده. ايه انتوا بتحسوا لما ابونا مثلا هنا في الكنيسه بينحني ويغسل الرجلين؟ مش كلكم حسيتوا بالمحبه؟ انا حسيتها وانتوا حسيتوها. ده مش طقس لما ابونا بيمسك رجل الواحد وتلقى الراجل يعبط عليه يبوس راسه. ايه اللي حصل؟ ما احنا بنتقابل كل يوم مع بعض، هنا في عمل. طلعت الكنيسة من الكنز اللي اختزنوا فيها المسيح وابتدت تمارس، فالمحبة جت والارتباط جه كنيسة كلها. طب هل دوت تفتكر انت عطايا المسيح هي اليوم ولا الكنيسة ولا الكاهن؟ دي عطايا إلهية بالكل الناس وفي كل زمن وفي كل مكان. تقدر تاخد من اتضاع المسيح اللي جواك. انا ليا 5 ايام بتكلم على حاجه واحده، المسيح اللي جواك. النهارده عمال يطلع المسيح هو مين؟ هو اللي بيغسل الارجل، هو بتاع التواضع ورسم المحبه. ده جواك، جرب انت في حياتك تقول اتضع وسامح واغسل رجلين. يعني ايه اغسل رجلين؟ استر على عيوب الناس يا سيدي، اللي يغلط فيك بسهوله قوي سامحه، مش يعني شتمك شتيمه بعتذر قبل ما اقول اللفظ، وسخه يعني مش نظيفه زي الرجلين، يلا بوس الشتيمه الوحشه دي واغسل وسامح، صعب عليا. لو ما كانش المسيح حطها جواك كنت أقول لك أنا موافق، صعبة. لكن لو عملها بنفسه يبقى مش صعبة. الاتضاع بينشئ حب في البيوت. لما الآباء والأمهات والأولاد يتضعوا لبعض يبقى فيه روح محبة. عجيب جدا المسيح، إحنا ما بناخدش بالنا ساعات. لما بطرس الرسول وكان ليه 1,000,000 حق إن يقول لا حشاك يا رب تغسل رجلي، عنده 1,000,000 حق. ما هو كان قبليها نطى وقال له أنت المسيح ابن الله، يوطي. بعدين قال له المسيح إن لم أغسلك ليس معي نصيب في ملك. ليه المسيح صمم على دي وسواها بدخول ملكوت السماوات؟ تفكرش كتير، كلها محبة. كان المسيح نفسه يغسل رجلين التلاميذ وبطرس، نفسه يغسلها. ليه؟ لأنه عارف إن ده تسليم. بطرس اللي هيثبت إخواته والكنيسة، فأصر المسيح إنه يحطها، ليس كطقس. المسيح ما كانش بيحاول يعمل طقوس في الكنيسة، كان بيسلم نفسه. فكان نيته الخالصة جدا انه يغسل رجلين بطرس والتلاميذ.
حبهم، نفسه يغسلهم. كل ده لينا، خدتها الكنيسة من وراه ومش عملتها طقس، دي حياتنا كلها كل يوم. أتوسل إليكم ما يبقاش أسبوع الألام أسبوعه بيخلص. إحنا بناخد المسيح ونعيش بيه، ولن نفتقر أبدا، لا هنفتقر في محبة ولا غفران ولا في تواضع. الكنز اللي جوانا يكفينا العمر كله. شفتش واحد عمره كله متواضع؟ طبعا يقدر، معاه الرصيد كفاية يكفيه. بعد كده المسيح عمل حاجة عجيبة قوي قوي، مسك الخبز وقال خذوا كله جسدي. هنا بقى لازم تنتبه جدا، الله، طب انت جسدك حين قسم على الصليب. انا افهمها لو جيت على الصليب كده وجسدك متهرق ومسكت كده وقلت خده كله، افهمها؟ لا، هنا العمق، كل العمق، انه العمل اللي عمله المسيح ده اعطى الكنيسة الحق بتاع جسده ودمه، بعيد عن الحدث والزمن. يعني لا الحدث كان حصل ولا الزمن كان جه، ولكن أعطى الجوهر جسده ودمه. يا سلام يا يسوع، خلى الكنيسة تتجرأ النهاردة. إحنا متجرأين النهاردة وجبنا الخبز وحندعو باسم الرب ونقول جسد حقيقي ودم حقيقي، خلاص الحق ملهوش دعوة بالحدث ولا بالزمن. يا لي عمقك يا يسوع، أدركت اللي فيها. لا لواحد مخ يروح بقى والكلام الفاضي ده، لا ده جسد ولا ده قربان ولا 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 كلام، ده جوهر. طب إيه اللي أخذناه؟ أخذنا موت الرب وقيامة الرب، أخذنا جسد حقيقي ودم حقيقي واتحدنا به. ايه العظمه دي كلها اللي اعطاها لنا فدينا ومخلصنا، وده كله ليه؟ يربطنا به وبالاب. فاكرين امبارح لما كنت بقول الاب النهارده عارف تمن دمن ابنه، عارفه طبيعته، هو الوحيد اللي عارف ده يسوى كام. وجه المسيح وقال دمي يسفك عنك، يستاهل. الآب نفسه يقول دم ابني يستاهل أي واحد فيكم، مش خسارة فيك. إذا كنت it is very good deal عند الآب دم ابنه عشان أنت ترجع وأنت تدهن بدم المسيح. عند الله الآب شايفها كسبانة جدا، وعند الابن يقول لك من أجل السرور الموضوع هو كمان فرحان، ما هو واحد مع الآب. آخر حاجة أختم بيها شهوة المسيح بقى، دي جيالنا بقى. الشهوة استهيت أن أكل معكم هذا جديدا. يعني إيه جديدا دي؟ يعني النهاردة، النهاردة في كنيسة مارمينا في تورنس، هو ده شهوة المسيح الجديد، يعني بالروح، إنه يحضر معانا ويناولنا من جسده ودمه. وإحنا كنا فين؟ إحنا على مائدة الرب زمان، كنا في قلبه، كنا في فكره، كنا في جسده. وصرحها علانية شهوة شيت أن آكله جديدا، جديدا يعني بالروح، يعني النهاردة في كنيستنا دي، وإنتوا تتحدوا بجسده ودمه وتعيشوا أنقياء أوفياء مخلصين ليسوعنا لربنا المجد للأبد، آمين.